انت بتقول ايه يا ابني؟ بقول لك ابنك اتجوز توحه وقاعد عندها. كمال؟ لا مش ممكن يا خالتي. انا متاكد من اللي انا بقوله ده. ما انا برضو يعني مش هينفع اجي هفرض باي كلام. طب تصدقوا وتؤمني بالله انا شايف ورقه الجواز العرفي بعينيا دول. كمال اتجوز توحه؟ انا برضو استغربت زيك كده، قلت لنفسي ايه اللي يخلي كمال يقع في الغرقه دي؟ ومع مين؟ مع توحه؟ ليه بس كده يا ابو كمال؟ عدم المؤاخذه يا خالتي، مش كمال لسه خاطب ريم بنت نظمي صاحب معرض العربيات؟ ولا ايه الحكايه بالظبط؟ لا حول الله يا رب، الله يكون في عونك. انا طبعا صعب عليا ان انا ابلغك خبر زي ده، بس لما عرفت انك متغويش عليه في كل حته وعماله تدور عليه قلبي ما طوعنيش. قلت لا وادي حامد، لازم تروح تطمن خالتك راضيه. انا اقول ايه بقى؟ ساعة القدر يعمل بصر. استاذن انا خالتي. رايحة فين يا ست ام كمال؟ معقولة الكلام اللي قاله حامد ده؟ أنا مش فاهم إيه اللي حصل بين الست أم كمال وابنها، وإيه اللي رجعهم من دمياط من أصله. لا يا أخوي، أنت هتنابلي ولا إيه؟ ده أنا طبخالك العكاوي والكوارع اللي أنت بتحبها عشان تاكلها بالهنا والشفا. ولا أقول لك أنا ممكن أرقص لك شوية يعني قبل الأكل؟ أوه. هو إيه أصله ده؟ مالك فيك إيه؟ ايه اللي حصل لك في المشوار الزفت ده؟ هو احنا مش اتجوزنا؟ لابس ليه ان شاء الله دبلة المحروسة خطيبتك في ايدك لحد دلوقتي؟ ولا كنت ناوي تتجوزها عليا؟ يا ساتر يا رب. اهو ايوه كده فرحت قلبي. قولي بقى مالك فضفضلي يا كمال، ده انا مراتك. مين اللي مزعلك وانا اروح اكله بسناني؟ ده مين اللي حماته بتحبه ده؟ حاضر يا اللي بتخبط. مسروع على ايه ده؟ كمال فين؟ ابني فين؟ وانا كمال ايه اللي هجيبه عندي؟ اوعي كده، انا عاوز ابني يا كمال. عايزاه في ايه؟ هو مستبلك البيت وهج. انت تكتمي خالص، سامعه ولا مش سامعه؟ يا كمال اكتم دي؟ لا مش هكتم، انا ببيتي يا اختي علمة بدالي، وابنك ده يبقى جوزي عشان دماغك ما توديكيش كده ولا كده لا سمح الله. كمال أنا عاوز أتكلم معاك يا ابني. تعالى يا كمال، تعالى معايا وأنا أفهمك على كل حاجة. تعالى يا ابني. أنا بصراحة ما بقتش فاهمة العيلة دي خالص.